أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سؤال تكرر كثيرا. تقول السائلة: من يحب زوجته ويلبي طلباتها هل يكون بذلك عبدا لها على وجه الذم؟ فقد أساء بعضهم الفهم في درس أمس، فحرم زوجته ما كان قد وعدها، وحدث بينهما خلاف وشجار ومقاطعة. درس أمس ما هو؟ وش اللي صار فيه درس أمس؟ المرأة لها حق على زوجها، ينفق عليها، وأما الطلبات الزائدة عن النفقة فهو بالخيار، إن شاء جاء بها وإن شاء تركها، إنما المطالب به النفقة، قدر النفقة والكسوة والمسكن والمبيت، هذا هو الواجب عليه، ما زاد عن ذلك هو بالخير. نعم.